السلام عليكم ورحمة الله. نكمل حل كتاب المعاصر للصف الثالث الإعدادي الترم الأول للعام الدراسي 2023. إن شاء الله نكمل حل الوحدة الأولى الدرس الأول والثاني صفحة 36 اللي هو السؤال الكوريكت التصحيح. السؤال الأول: I usually go to the sports center in Friday. Friday يوم من أيام الأسبوع فهتبقى on Friday. السؤال الثاني: The museum is a good place to go in the weekend. Weekend بتاخد حرف الجر at، يبقى at the weekend اللي هي عطلة نهاية الأسبوع. بعد كده السؤال الثالث: He was born space March the 15th 2006. التواريخ بتاخد حرف الجر on. السؤال الرابع: I always go to the park Saturday mornings. تمام، انا مش فاكر. يبقى هنا المهم ان هي هتاخد كده طلق سطر دي يوم من ايام الاسبوع اللي هو يو ايام السبت صباحا، هنا يبقى هتاخد حرف الجر اون. السؤال الخامس: سبيس اون لانش تايم. لانش تايم بتاخد حرف الجر ات، يبقى ات لانش تايم. السؤال السادس: فادي جوز شوبينج اون ذا افترنون. اجزاء اليوم بتاخد حرف الجر ان اللي هو بعد الظهر. السؤال السابع: The library is space on the museum and the restaurant. هنا عندي في and، يبقى هختار حرف الجر between واكتب حرف الجر between اللي بمعنى بين، مرتبطة دايما بand. السؤال الثامن: The library is opposite to the bank. في حرف الجر to هنا، يبقى عايز هنا next to، بجوار او begin next to. السؤال التاسع: Saturdays يبقى أيام الأسبوعيات، يبقى on Saturdays في أيام السبت. بعد كده السؤال العاشر: She usually أو usually gets up half past 8. دي ساعة، يبقى تاخد 8، يبقى الساعة بتاخد حرف الجر 8. السؤال الحداشر: Lucy was standing off the right، on the right على اليمين. السؤال الاثناشر: from the station go straight. street بتاخد بعدها حرف الجر on، go straight on. السؤال الثلاثاشر: I did the crossword وبعد كده ال 5 times 5 minutes. 5 minutes يبقى in 5 minutes اللي هو في خلال 5 دقايق. السؤال الاربعتاشر: they like to visit Luxor winter اللي هو فصول السنة، بتاخد حرف الجر in. السؤال الخمستاشر: زي ترافل تو دهب وبعد كده قال ات هوليداي. هوليداي بتاخد حرف الجر اون، يبقى اون هوليداي. السؤال الستاشر: هي از نوت هير ذا مومنت، ات ذا مومنت في هذه اللحظة، هو مش موجود في هذه اللحظة، بتاخد حرف الجر ات. السؤال السبعتاشر: السؤال السبعتاشر: my house is on the opposite، لأ on the يبقى right أو left عادي، فأنا هكتب left. هكتب right برضه صح، على هنا كتبت على اليسار، on the right على اليمين. farmers usually start working، بعد كده كاتب down، down اللي هو في الفجر، بتاخد أية down. بعد كده السؤال التسعتاشر: clothes were very different. بعد كده the 18th century، الملابس كانت مختلفة في القرن الثامن عشر، بتاخد حرف الجر ين. بعد كده السؤال العشرين: the bus arrives. بعد كده on 10 minutes، لأن 10 minutes في خلال 10 دقائق. بعد كده الجنرال اكسرسايزز صفحة 59 على الدرس الأول و 39 آسف على الدرس الأول والثاني. نبدأ بالمحادثة. نادر and ماهر are planning to visit the museum. نادر وماهر بيخططوا لزيارة المتحف. هاي ماهر، اهلا يا ماهر. would you like to visit the museum tomorrow؟ هل تحب ان احنا نروح المتحف بكرة؟ قال له yes it's a good idea، هذه فكرة جيدة. بعد كده سأله سؤال، قال له it opens at 9، هو بيفتح الساعة 9، يبقى امتى يفتح؟ يبقى when does it open، متى يفتح. shall we go by metro، ممكن نروح بالمترو؟ فهيقول له طبعا شور بالتأكيد، او اوف كورس، او ذاتس ا جود ايديا، اي حاجة فيها موافقة.
بعد كده سأله سؤال، قال له the first metro leaves at 8 AM، أول مترو بيغادر الساعة 8، يبقى متى يغادر أول مترو؟ يبقى when does the first metro leave، متى يغادر أول مترو؟ بعد كده قال له how long does it take to get the station، بياخد وقت قد ايه عشان يوصل للمحطة؟ أي وقت أنا عاجبني عادي، ممكن أقول it takes 1 hour، ساعة، half hour، نص ساعة، 30 minutes، 30 دقيقة، أي حاجة تعجبني في الوقت المتروك عادي. أو is the station far from the museum، هل المحطة بعيدة عن المتحف؟ يبقى yes it is، نعم إنها كذلك. بعد كده أسئلة الاختيارات، السؤال الأول means more than usual، أكثر من العادة، يبقى especially اللي هي بمعنى خاص أو خصوصا، الإجابة رقم B. السؤال الثاني space is the opposite of modern، opposite يعني عكس كلمة modern، modern يعني حديث، عكسها كلمة إيه؟ traditional تقليدي أو قديم، الإجابة رقم A. السؤال الثالث the synonym of the word usual is، synonym يعني مرادف الكلمة، الكلمة اللي بتساوي usual عادة، هي normal عادة برضو أو طبيعي. السؤال الرابع to form the space from the word peace we add suffix full، عشان نعمل من بيس suffix نضيف لها full، دي بنعمل ايه؟ بنعمل adjective صفة، الإجابة رقم A. السؤال الخامس she arrived from late yesterday، the word arrived can be replaced by، كلمة arrived اللي هو بمعنى يصل ممكن أبدلها بكلمة ايه، يعني الكلمة اللي تساويها هي ايه؟ هي reached، الإجابة رقم A، رقم B. السؤال السادس we can give the antonym of the word known by adding، طيب احنا عايزين نجيب عكس كلمة known، يبقى unknown، يبقى UN، الإجابة رقم A. بعد كده الصفحة اللي وراها اللي هي صفحة 40، هنا complete، هنكمل بالكلمات اللي موجودة، off at traffic حركة المرور، quiet إلى حد ما، peaceful مسالم أو هادئ، و places أماكن. مطروح is a beautiful city، مطروح مدينة جميلة، there are a lot of attractive، في إيه كتير هناك في مطروح؟ يبقى أماكن جذابة أو أماكن جميلة، يبقى places دي تبقى number one. بعد كده قال here in the city في المدينة، the space in مطروح is slow، ال A في مطروح slow، slow هنا معناه بطيء أو مش مزدحم، أو مش مزدحم يعني مفيش ازدحام، slow معناه بطيء أو مفيش ازدحام، مفيش عربيات كتير، يبقى كده حركة المرور يبقى دي number 2. بعد كده and there isn't much pollution، عشان كده مفيش تلوث كتير. مطروح is، وبعد كده قال but it isn't boring، مطروح هي ايه بس مش مملة، مطروح هادية بس مش مملة، يبقى peaceful اللي هي هتبقى number 3، انما quiet دي معناها الى حد ما. there are a lot of things to do especially space the weekends، weekends صوت حرف الجر ات، يبقى ات هتبقى number 4. يبقى اول واحدة هتبقى places، تاني واحدة هتبقى traffic، تالت واحدة هتبقى peaceful، رابع واحدة هتبقى ات. بعد كده التصحيح I never go to school Fridays، يبقى on Fridays، أنا أبدا ما بروحش المدرسة في أيام الجمعة. السؤال الثاني I live، وبعد كده on a small village، لأ in a small village، أنا بعيش في قرية صغيرة، يبقى in بدل on. السؤال الثالث Judy goes to sports center، بعد كده the afternoon جزء من أجزاء اليوم، يبقى in the afternoon في بعد الظهيرة. السؤال الرابع I have tennis lessons، وبعد كده 9 AM، يبقى 9 AM في الساعة 9 صباحا. السؤال الخامس the shopping center is opposite to، لا تو بتيجي بعد next، يبقى next، يبقى next بدل next. شكرا، سلام عليكم.